اختي اخواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فلوق ديال اليوم الاخوان كما تشوفوا معنا هنا في التصويره، تبارك الله، اللهم يسر خرفان، تبارك الله. هذو الاخوان ولاد الغنم، خرفان صغار تبارك الله. هذو الاخوان تزادوا في تقريبا في النص ديال شهر 10 ولا في الاول ديال شهر 10. فاش تزادوا كاينه 19 نعجه والده، 12 ذكر وسبعه ديال نتوات. هنا كيما غتشوفوا معنا، هذا هو لاطات فاش كنصيفطهم ليا، تبارك الله. انا راه كانوا والدين نعجات، اللهم يسر. نخليوكم الاخوان مع تتمه الفيديو. في الاول غادي يبان لكم غير خرفان سارحين بغديتهم. هذا فيديو قديم ديالهم الاخوان كما قلنا تقريبا في شهر 10، في الاول ديال 10 فاش تولدوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تبارك الله ما شاء الله. 12 خروف، 12 ذكر وسبعة ديال البنات. السلالة الأصيلة تبارك الله، سلالة تيم حبيت. هنا هادو مواتهم الإخوان. صراحة الإخوان ما باينين شوية، ولكن فيديو قديم. مازال إن شاء الله غادي نوريكم فيديو جديد، ونحط لكم النمرة ديال السي رشيد وتواصلوا معاه، واللهم يسر. 13 نعجة الإخوان، السن كاينين شي 3 ولا 4 اللي رباعيات، والمباقية سداسية والجمع، تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله. هنا الإخوان، هذا هو الفيديو اللي صيفط لي التالي. خرفان تبارك الله راهم كبروا شوية، راهم في خرفان فاردين، يعني تقريبا دابا راه عندهم تقريبا شي 3 شهور خرفان. اللهم يسر. متواجدين الاخوان في النواحي ديال التيم حطيت، يعني اي استفسار تواصلوا مع السي رشيد، الله يسخر الجميع.